مبادرة الكركديه هي هكذا اسمها، شو تفاصيلها؟ هلا انت بدك تعلقني مع اهل قرطوس واهل السويداء؟ لا انا والله بدي نزعل منكم يعني. الكركديه وين والمتة وين؟ ضارة. أنا بشوفها ضارة، فيها فائدة واحدة، إنه الواحد بياخذ كميات كبيرة من الماء فقط، وهذه. أما مثلا الكركديه حكما لا يمكن المقارنة. قطعوا عنا المزوط، العالم ما حكت شي، صرنا نقطع حظن. قطعوا عنا البنزين، فيش اي مشكله، صرنا نشغل اجرينا. يومين ما فات متى على البلد، شباب طلعوا يحرقوا دواليب بالشارع. في رفيق يعني اذا بتقطع عنه المتة ساعتين بيزبط وبيبلع لسانه، بعديها بصير بده دغري عناية مشدده.